السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا جزء جديد من مارينا الخليج. انا اقتراحي نسميها مارينا الخليج، مارينا باي. اذا مارينا باي الجيرس، مارينا باي. اذا هذه هي مارينا تاع الجزائر العاصمه، خليج الجزائر العاصمه. وهنا نروح للمنطقه اللي مازالت قيد الاشغال، واللي مازال ما صورناهاش. اذا الى يعني نروح نصورها لاول مره ونشوف ان هنا مازال بقات بعض الاشغال نتاع لا فينيسيون. اذا الاشغال تبلغ حوالي 80 الى 90%. مازالت بعض الرتوشات الاخيره. نروح نشوف المنطقه هذه اللي كما قلنا جديده، فيها بعض الاشغال. هذه المنطقة جديدة. إذن ونشوف فيها أرصفة، زوج أرصفة، لكن الأشغال ما زال ما انتهت بها. أول مرة نصوروا هذه المنطقة هذه، واللي فيها الطول ديالها حوالي 300 متر، 300 متر. خليكم تتابعوا الفيديو وتكتشفوا هذه البلاصة هذه. والسلام عليكم. رصيف جديد، كذلك فيه رصيف من الجهة هذه، من الجهة اليسرى هنا كذلك كاين رصيف جديد. إذا نروح نشوف الرصيف هذايا نتاع
تتابعون إلى نهاية الفيديو. ما زالت الاشغال هنا، رانا في منطقة اللي ما زال فيها الاشغال، هنا ما زال اشغال كبيرة، ما زال لم تنتهي. من هنا المنطقة هذه ما زالها خدمة كبيرة. خليكم تتابعوا هذا الفيديو رائع عن مارينا الجزائر، مارينا باي، مارينا الخليج، والسلام عليكم.